الملعب إلى رمية جانبية في بداية الشوط الأول من المباراة. الكرة تتحول إلى منتصف أرضية الملعب. مضت الجماهير من علي يحول كرة في الجانب الأيمن عند فيصل الحارثي، عادت إلى في طبعا في شباك الشباب في الخمس مباريات الماضية. محمد صولة طبعا سجل 4 أهداف في شباك الشباب في آخر 5 مباريات جمعت ما بين مصلحة الشباب. دقيقتين قد يكون هو الهدف الأسرع في مسابقة الدوري لغاية الآن. الكرة تتحول الآن لمصلحة المحرك، مقطوعة أمامية للجانب المناسب في هذا الشوط، معادة بالشباب إلى أرضية الملعب. الكرة تتحول إلى الأمام، رأسية مر إلى الجهة اليوم للفريقين. نتحدث عن طبعا الحقبة من عام 2000 لغاية الآن. رأسية، الكرة تتحول وإلى حارس الطرف الأيسر، عرضية داخل المنطقة تصل لسمعة، يستلمها بشكل سليم، يبرر التمريرة للبرازيلي. اللمسة الأخيرة تأتي إلى ركلة ركنية، وهي الركنية الثانية لمصلحة المحرق في شوط المباراة الأول. الكرة تحولت إلى ركنية، وصل السريعة إلى الخلف في اللعب في المحاولة الماضية. هذا هو جاسم محمد صاحب المحاولة الماضية اللي وقع وكان يطالب فيها بخطأ، لكن مضت الكرة مرة ثانية لمصلحة المحرق. كرة تتحول مرة أخرى مرة أخرى إلى منتصف أرضية الملعب. تياغو قريب، الكرة فيها خطأ الآن، وويسلي هو اللي سجل، بل هو ويسلي فعلا هو اللي سجل الهدف الثالث. عادت مرة ثانية التمريرة في منتصف أرضية الملعب بشكل خاطئ عند إيفرتون، يناولها بعد ذلك إلى الجانب الأيسر. ويسلي يناول لمصلحة تياغو، هو الآخر يحول لكرة لاسمه. جميعها كانت لمصلحة المحرك، ولكن للتو الآن داخلين على الدقيقة 18، وهذه النتيجة تأتي سريعا في هذه المباراة ب3 أهداف مقابل هدف واحد. الكرة تتحول، وصلت إلى الجانب الأيسر، معادل الخلفي بشكل خاطئ. شبابية محاولة العودة ويكسب على خطأ عبد الشهير، يأمر باستئناف اللعب. كرة شبابية مقطوعة إلى منتصف أرضية الملعب. الكرة تتحول مرة ثانية للجانب الأيسر. إسماعيل سمعة ماخذ له مكان، سمعة يعتمد على نفسه. التسديدة تعود مرة ثانية لمصلحة المحرق. تياغو يستلم، يناول كرة طويلة إلى الأمام، ولكن مضت من أمام فيرتون. 3 أهداف لهدفين، مباراة مثيرة في بدايتها. الكرة تتحول أمامية، الحردان مرة أخرى أمامه، سريعة للمحرق الآن. المحاولة لا زالت موجودة من أمام في إيفرتون، يحول كرة إلى المنتصف، عادت مرة أخرى من تياغو. اللمسة لإسماعيل، إسماعيل خارج أرضية الملعب. وصلت لمصلحة المحرق مرة ثانية. تياغو المتراجع للاستلام، يحول كرة لوليد إلى الجانب الأيسر، تحولت إلى وليد الحيام. إلى عبد اللطيف هناك في الطرف الأيمن، والخطأ عند الحردان. وصلت إلى عبد الوهاب، يناول
مرة ثانية المحاولة موجودة للمحرك للأمام، تدخل وركلة جزاء، ركلة جزاء ثانية. تياغو الآن يتقدم بكرة حاضرة في شوط المباراة الأول. تياغو 1-2-3. كانت أيضا في مسابقة الدوري، سيد محمد جعفر يحول كرة إلى الأمام، ونتيجة الأربعة أيضا كانت حاضرة بأربعة أهداف في هدف واحد. وصلت إلى الجانب الأيمن، البناي تياغو يمرر مثلث رائع لكن لم يكتمل في اللقطة الماضية، شبابية للسيد محمد جعفر، يحول كرة إلى الأمام إلى منتصف أرضية الملعب. المحرك متعطش والشباب هو الآخر. الكرة تتحول خلفية، مباراة مفتوحة ما بين الفريقين، وكما ذكر الزملاء أيضا في الاستديو التحليلي، تياغو عند التنفيذ بركنية قادمة الآن، يحول كرة إلى الأمام داخل المنطقة تبعد وتتحول. طبعا زيارة شباكة لأربع مناسبات في هذا الشوط، ولكن يبدو منظما بشكل كبير في الشق الهجومي. الكرة تتحول الآن، وصلت إلى الجانب الأيسر، إسماعيل عبد اللطيف، إسماعيل يناول بعد ذلك إلى تياغو، التمريرة تأتي إلى الخلف، وصلت إلى عبد الوهاب، عبد الوهاب يناول إسماعيل، لمسة يا سلام، التمريرة تأتي إلى الأمام للمحرك، فيها تسديدة من وصلت إلى الجانب الأيسر للمحرك مرة ثانية للأمام داخل منطقة الجزاء، فيها خطورة قائمة لإيفرتون، يعيدها لإسماعيل، لا زالت الخطورة قائمة للمحرك، الباحث عن الخمسة، الباحث عن الخمسة الآن، العرضية تأتي لكن عدى البناي، أمامية من تياغو، وتياغو آخر متواجد في جاسم. الكرة تتحول الآن، وصلت إلى البناي، والمحاولة سريعة فيها خطورة، تياغو يستلم، تياغو يتقدم، تدخل آخر من السيد الآن، يوم الأول من المباراة، والمحرك يتقدم بأربعة أهداف لهدفين. الكرة تتحول أمامية لوسلي، يمرر، عادت لوسلي مرة ثانية، يستلمها بشكل سليم، عادت إلى الخلف، يكسب الخلاف الأحمر الآن. وصلت الآن وليد الحيام، وصلت إلى الأمام لإسماعيل، وبعد ذلك لوسلي، الحرداني يستلمها، يناول في المنتصف، بعد ذلك للجهة اليسرى حسن الكراني. الوقت الأصلي من المباراة ينتهي تماما في شوط المباراة الأول، 3 دقائق كوقت من الضائع. الكرة تتحول للبناي، ماخذ له مكان، المحاولة موجودة، وصلت إلى الخلف للحردان، يناول مرة أخرى، إيفرتون مناولة لمصلحة البناي، لمسة لإسماعيل، وسلي، الكرة مضت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية إلى الخلف، مطالب أيضا بلمسة لكن وصلت الكرة الخطيرة إلى منتصف أرضية الملعب مرة أخرى، تياغو لمسة، تياغو ما كان هو اللي سدد ركلة الجزاء، لا والله، في المحاولة الماضية وصلت الآن. لمصلحة إيفرتون يتقدم بكورتا، عبد الوهاب مرة أخرى تتمرر، واصلة إلى الجانب الأيمن، غير المحرك عاطية أجواء الملعب، فعلا أجواء رائعة داخل أرضية الملعب. الكرة تتحول
وصلت للمحرك تياغو خاطئة عنده. فيصل الحارثي عادت لتياغو مرة ثانية. واسلي مرة ثانية في الجانب الأيمن. وخروج اللاعب حسن في الوقت المتبقي من زمن شوط المباراة الثالثة. إسماعيل إلى الجانب الأيسر ينطلق بكورته، المحاولة موجودة مقطوعة من أمامه، تعود مرة أخرى إلى منتصف أرضية الملعب، معادة إلى الخلف في اللقطة الماضية من تياغو. وليد الحيام، عبد الوهاب علي، فعلا تمريرة جميلة كانت من إسماعيل عبد اللطيف، وصلت إلى الطرف الأيسر. مرة ثانية تياغو يناول إيفرتون، يستلم مناول رائعة للبناء المحرك، هذا هو ليلي ويسلي. الكرة جاءت الآن عالية للأمام، رأسية من إسماعيل، تتخلص الكرة أمام حمزة لحارس المرمى السيد محمد جعفر، تعود لحمزة مرة ثانية. بعد ذلك تياغو يستلم، ولمسة لعبد الوهاب لإسماعيل عبد اللطيف. إسماعيل يهديها لنفسه، ينتظر مساردة خلفية، فعلا هي جاءت من تياغو، وصلت إسماعيل عبد اللطيف مرة ثانية. إسماعيل يعود للخلف، تياغو عبد الوهاب مرة ثانية، وصلت بعد ذلك لمصلحة المحرك عند حمزة، يناولها لتياغو. المحرك يتداخل الكرات في منتصف أرضية الملعب تحت أنظار باكيتا. الآن وصلت إلى السيد محمد جعفر، تياغو مرة أخرى، حسن الكراني يناول أمامية، أمامية وصلت للمطلق. لطيف إسماعيل أمامية خطيرة، الكرة تتخلص، المحرك لا يستعجل في التقدم، يتلاقى الكرات كيفما يشاء في منتصف أرضية الملعب، وصلت للبناي يستلمها، وتتحول بعد ذلك أمامية للشباب. عبد الوهاب يهديها، وعادت إلى تياغو، يناول الكرة، تتحول إلى الجهة اليمنى، مستمرة، كرة تتخلص في الكرة الماضية أمامية داخل منطقة الجزاء. إسماعيل يكسب على رغم أينما كنتم متابعينا في كل مكان، ومشاهدي القناة الرياضية البحرينية. المحرك يتقدم على للجهة اليسرى، البرنس يتقدم بكرة لكن تحولت إلى خارج. السيد علي عيسى برأسية قاتلة في مرمى المحرك، 4-3، وما أجملها من مباراة، الإثارة راح تستمر، وشرعة أهداف في 68 دقيقة. كرة تتحول للأمام للبرنس، لمسة جميلة كانت من علي السيد عيسى، الكرة تعود مرة أخرى، تتحول خلفية طويل، الكرة تلعب إلى خارج أرضية البناي، وأشرك السنكوس في الجانب الأيمن، وبعد ذلك أخرج الحردان وأدخل جمال راشد. كرة فيها محاولة، تحولت الكرة إلى خطأ لمصلحة المحرك، عادت مرة ثانية في المنتصف، حرق قوية هذه المرة، عرضية داخل منطقة الجزاء مبعدة، عبد الوهاب يناول، المحاولة موجودة إلى جميل، مضت كورتا إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية، رمية جانبية للأمام إلى منتصف، إلى ركلة ركنية لمصلحة المحرك. الآن خلفية وصلت لتياغو،
التمريرة عالية للأمام، خطيرة، والكرة فيها صافرة. 4 أهداف لـ3، 7 أهداف في المباراة لغاية الآن. والكرة تعود مرة ثانية في منتصف أرضية الملعب. وباكيتا الآن راح يوجد طوعة أمامية وصلت للبديل مرة ثانية، مهدي علي، مقطوعة من أمام مهدي. التمريرة بحركة قوية هذه المرة في الجانب الأيمن، يلعب له كرة أحمد فاضل لمهدي علي، مهدي أمامية لعلاوي، علي السيد عيسى، مقطوعة من أمامه. الكرة تتحول إلى منتصف أرضية الملعب، يا سلام على التمريرة، لا الكرة تتحول، محاولة أمامية للشباب، فيها خطورة شبابية، فيها كلام ثاني، لكان فيها كلام ثاني يا سيد محمد جعفر. الكرة تتحول الآن إلى المنتصف، سريعة للأمام، وصلت إلى وليد الحيام، تتخلص إلى جمال راشد، مقطوعة من أمامه، خطأ قد يكلف الكثير، بينما يعود المحرك بتصحيح الخطأ الماضي. تعود مرة ثانية لوليد الحيام، وليد عبد الوهاب، خطأ من عبد الوهاب، تمريرة للبرنس، هي في الجهة اليمنى، سريعة، انتشار من جانب المحرك، بانتظار تياكو، بانتظار إيفرتون، وبانتظار أيضا ويسلي في خط المقدمة، لكن يتأخر فيها المحرك. وصلت إلى الخلف، كرة تصل إلى منتصف أرضية الملعب، للأمام، محاولة مستمرة، حمية جانبية لمصلحة المحرك هذه المرة. تمضي للمنتصف إلى الجانب الأيمن من ويسلي، يمرر، تعود خلفية لعبد الوهاب، مقطوعة من أمام جمال راشد، بل هو ويسلي في اللقطة الماضية، تعود للمحرق الآن، فيها خطورة، ما فيها راية، الله الله الله، يا لروعة. تلقاها من وين ولا من وين يا أبو علي؟ تلقاها من وين ولا وين يا أبو علي؟ كرة تتحول الآن، مقطوعة الكرة لجمال، جمال يتقدم. ما بين الفريقين اللي شهدت 8 أهداف، كرة تتحول، عبد الوهاب، محاولة من هذه المرة من البرنت في اللقطة الماضية، الرأسية لعلاوي، علي السيد عيسى يكسب على خطأ، يناول المحاولة لجمال، جمال راشد يستلم الكرة للخلف، محاولة للمحرك مرة ثانية، الأمور مفتوحة تماما لتسجيل السادس بالكرة الماضية، الكرة تتحول إلى داخل منطقة الجزاء، معادة للخلف لحسين جميل، وصلت الآن، الكرة تتحول في المنتصف، فيها صافرة وخطأ، وصافرة وخطأ، الخطأ لإيفرتون، كرة تمضي، تحول مريرة للمحرك في المنتصف مرة ثانية، الأمور تسير لمصلحة المحرك بشكل كبير في هذه المباراة، وفي الوقت الضائع الآن اللي مر عليه 3 دقائق وداخلين على الـ4 والمحرك يتقدم بـ5 أهداف مقابل 3. كرة تتحول في منتصف أرضية الملعب، مضت سريعة داخل منطقة الجزاء للمحرك إلى خارج أرضية الملعب، تبقى النتيجة 5 أهداف لـ3، 5 أهداف لـ3، الوقت من الضايع على وشك الانتهاء الآن، الكرة تتحول
فيها لمسة يد مصافرة وخطأ.